السنغالي والمنتخب التونسي. معرفش يا احمد، انا من وجهة نظري ان المنتخب السنغالي حتى هذه اللحظة لم يظهر بالمستوى اللي يعني الوجه المرعب للمنتخب السنغالي ما ظهرش لغاية دلوقتي، على الرغم ان هو في النهائي. يعني الحقيقة ان منتخب السنغال في خلال الفترة بتاعته يمكن هم ما قابلوش منافس قوي قوي عكس منتخب الجزائر. منتخب الجزائر قابل نيجيريا، قابل كوت ديفوار، قابل حتى السنغال. يعني السنغال حظه حلو ان القرعه بتاعته كانت مسهله له قوي النهائي، وحتى ده اللي احنا قلناه من دور ال 16 ان السنغال اقرب للوصول للنهائي بسبب سهوله الطريق نوعا ما. ولكن النهارده منتخب تونس قدم افضل احسن مباراه ليه من اول او تحديدا الشوط الثاني لمنتخب تونس، احسن مباراه او احسن شوط لمنتخب تونس من اول البطوله الشوط الثاني. يمكن دايما بنقول ان المباريات دي اهم جمله او اهم كلمه في المباريات دي تحديدا، ان المباريات ديت بتلعب على التفاصيل الصغيره. مباريات نص النهائي سواء كاس امم سواء دوري ابطال افريقيا سواء كاس عالم، المباريات دي بتلعب على التفاصيل الصغيره. ايه التفاصيل الصغيره؟ تستغل خطا، تستغل خطا حكم، ضربه ثابته، ضربه ركنيه، ده اللي بيحصل في المباريات دي. يعني احنا شفنا النهارده الفار كان ليه دور كبير جدا، يعني سواء في مباراه تونس او في مباراه الجزائر، الفار برده من الحاجات اللي يعني التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق في المباريات ديت. يمكن منتخب تونس دخل فيهم في البطوله اربع اهداف منهم ثلاثه اهداف ذاتيه هم اللي جايبينها في نفسهم. يعني دي حاجه غريبه جدا، منتخب بحجم تونس بيدخل فيهم اربع اهداف منهم ثلاث اهداف من اهداف ذاتيه. وجهه نظري ان هم عندهم مشكله في حراسه المرمى. المعز حسن مش يعني بيلعب في الدوري الفرنسي، ولكن تسبب في اخطاء كتير جدا لمنتخب تونس. النهارده يمكن منتخب تونس كان بيلعب بالاربعه 4-3-3، التشكيل بتاعهم المعز حسن في حراسه المرمى، ديلان برون اللي هو جاب الجون في نفسه، وياسين مرياح. ياسين مرياح عنده رقم مميز في البطوله ان هو اكتر مدافع شتت الكوره، ده الرقم المميز. محمد دراجر داخل كباك يمين، ده عيني اتقطع النهارده. هقول لحضرتك بقى الجمله اللي بتتلعب اللي قال يوسف محفظهم جمله بتتلعب دايما من الناحيه دي، عشان كده غياب يوسف عطال برضو هيفرق في مباراه النهائي. يعني كانوا محتاجين يوسف عطال تحديدا عشان ساديو ماني ويوسف سبالي. الجبهه دي قويه قوي عند منتخب السنغال، والباك اليمين عندهم الثلاثه الارتكاز، الياس سخيري ودخول النهارده ايمن بن محمد اللي هو لعيب الترجي التونسي، وفرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، قدام وهب الخزري وطه الخنيسي ويوسف المساكني. على العكس منتخب السنغال برضو كان بيلعب بنفس الطريقه 4-1-4-1، طريقتهم المعتاده. في حراسه المرمى الفريد جوميز اللي هو من افضل الحراس في البطوله حاليا، شيخو كوياتي وخليلو كولوبالي، الباك ليفت يوسف سبالي، الباك اليمين جسامه، ادريسا جايه وهنري سافي وبادون داي، ثلاثه ارتكاز، ساديو ماني ودياتا وموباين يونج، ده تشكيل منتخب السنغال. يمكن منتخب السنغال بقى عندهم جمله متحفظه. ايه الجمله المتحفظه؟ ادي الباك ليفت اهو، وادي الايه؟ وادي ساديو ماني على منتخب الجزائر. الجمله بتتلعب ان ساديو ماني بالظبط بيعمل كده، بيخش لجوه ياخد معاه الباك اليمين ويفضي الحته ديت ليوسف سبالي. صح، عشان كده مثلا هتلاقي ان بادون داي اهو مثلا بيجي هنا اللي هو الارتكاز بيعمل التمرير الطولي على طول لمين؟ ليوسف سبالي. ليه؟ لانه التركيز كله على ساديو ماني. ساديو ماني بيسحب يعني بيسحب اللي هو الباك اليمين والارتكاز والمساك ده وياخدهم معاه، فبيبقى في مساحه فاضيه، الحته دي كلها بتبقى فاضيه. ما بيعملش كده لوحده، اكيد المدير الفني. المدير الفني طبعا عنده مدير فني، بس الجمله دي متحفظه، يعني حتى من ايام كاس العالم لمنتخب السنغال مع اليو سيسي متحفظه، ان انت ساديو ماني بياخد معاه الباك اليمين ويوسف سبالي اللي هو الباك الشمال بتاع بوردو الفرنسي بتلاقيه منطلق. عشان كده يوسف سبالي لو بصيت على ارقامه هتلاقي ان هو اكتر لاعب او اكتر مساك تقدم وعمل محاولات على المرمى، عامل ثلاث محاولات. تخيل لما باك يعمل ثلاث محاولات اكتر من المهاجم مثلا، ده دليل ايه؟ دليل ان في جمله متحفظه من عندهم، ان ساديو ماني بيخش، ودي جمله نلاحظها حتى في المباراه النهائيه، ان هو بيخش للعمق وبيسحب معاه الباك اليمين عشان يسيب الفجوه وراه للباك الشمال يوسف سبالي يقدر ان هو يستغلها. يمكن التغييرات بتاعتهم بتاعه السنغال كانت بتعتمد شويه على التنشيط، نزل دياني مكان يونج اللي هو المهاجم بتاع جاله سراي اللي جاب 30 هدف. طيب معلش يا دكتور، خلينا واحنا بنتكلم او بعد ما نخلص كلامنا عن المنتخب السنغالي مثالي، بس التشكيل المثالي لمباراتين نص النهائي. اتفضل. في حراسه المرمى جوميز حارس منتخب السنغال. أيوه. تم اختياره عشان انقذ طبعا اثنين قدامنا التشكيل على الشاشه. انقذ اثنين من جوه داخل منطقه الجزاء وانقذ ضرب الجزاء. ضرب الجزاء. الاثنين المدافعين امورو اللي هو مدافع نيجيريا وسليف سانيه اللي نزل بديل في السنغال ضمن تشكيل الجوله.
الباك ليفت يوسف سبالي اللي احنا قلنا ان هو رغم ان هو باك ليفت لان هو عامل ثلاث محاولات على المرمى جسامه كان هيجيب جون جت في القائم جدا جون عالمي. والتاني جسامه اللي هو الباك اليمين برضو فاز ب 10 التحامات من 13. اذا الباكين ويعني اربعه من خط الدفاع، ثلاثه وحارس مرمى، اربعه من منتخب السنغال في التشكيله المثاليه ورا. في الثلاثه الارتكاز عدلان كاديورا نجم منتخب الجزائر، سافي اللي هو منتخب السنغال، واسماعيل بن ناصر منتخب الجزائر برضو. قدام وهبي الخزري اكتر لاعب عامل كرات عرضيه في الجوله، عامل 13 كره عرضيه من منتخب تونس. يوسف البلايلي اكتر لاعب صانع فرص، عامل اربع فرص. رياض محرز احرز هدف وساهم في هدف، وبالتالي في منتخب الجزائر في 1 2 3 4 من منتخب الجزائر، منتخب السنغال 5 1 2 3 5 من منتخب السنغال و4 من الجزائر، وواحد من نيجيريا وواحد من تونس. تمام، ده اذا التشكيل المثالي لدور قبل النهائي ومباراتي الدور قبل النهائي. نتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا تفوز الجزائر بهذه البطوله لتصبح بطوله عربيه على ارض مصريه عربيه. كل التوفيق للمنتخب الجزائري في هذه البطوله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا كابتن اسلام، وسعيد بتواجد مع حضرتك. القادم افضل، واتمنى ان شاء الله ان انت على المباراه القادمه عايزك تعمل لنا مقارنه ما بين واحد زي رياض محرز ونجوم الفرق، واحد زي ساديو ماني، واحد زي محمد صلاح، الناس تعرف برضو الفارق. على الرغم مثلا يعني ساديو ماني ورياض محرز هتبقى الموضوع قريبه لان هم وصلوا للنهائي زي بعض، محمد هيبقى بعيد شويه. فخلينا نتكلم في ساديو ماني ورياض محرز ومعاهم مثلا محمد صلاح عشان برضو نعرف ايه اللي قدمه، عشان ناس كثيره ظلمه. هناخد زاها في كوت ديفوار، هناخد زاها في كوت ديفوار بالظبط، في برضو في نيجيريا ايوبي نجم الارسنال، ناخد لعيبه الدوري الانجليزي نعمل. تمام، كل التوفيق ان شاء الله للمنتخبين سواء المنتخب السنغالي او الجزائري. احنا نتمنى طبعا المنتخب الجزائري ان يفوز بهذه البطوله. هنطلع فاصل او بلاش فاصل، خلينا نروح نشوف تقرير عن معسكر النادي الاهلي في اسبانيا وماذا يحدث في اسبانيا. زي ما شفت احمد فتحي مش قادر يتكلم، يعني مش قادر يفتح عينيه والله، ولا قادر يتكلم. هنطلع نشوف تقرير عن معسكر النادي الاهلي في اسبانيا، بعد كده هنرجع نستقبل نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن ماهر همام.